اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. ما تقلقش ما نسيتكش، لازم يعني برضو نقول كلمتين في الاخر. كابتن طارق، قبل ما ابدا مع حضرتك في كل شيء، لكن كان من اهم الانتقادات اللي كانت بتوجه لموسيماني خلال الفتره اللي فاتت عدد الايام في الاجازات الطويل. ايه راي حضرتك في هذا الامر؟ يعني ان هو ادى النهارده 8 ايام اجازه للاعبين بعد نهايه المباراه، ايه رايك؟ انت راجل يعني انا بثق في رايك جدا في هذا الامر. وطبعا انا خلي بالك شدني التصريح ده او الثمان ايام ديت، شدتني بشكل كبير جدا، خاصه ان هو ما فيش شك طبعا، يعني خلينا نقول اللي ايده في النار مش زي ايده في الميه، وهو طبعا اكيد الكلام ده عارف البرنامج بتاعه، حاطط البلان بتاعه بشكل كويس جدا جدا، وقد ايه ان الراحه هتفرق مع النادي الاهلي. العدد الايام يعني انا يمكن اختلف مع، يعني انا لما جيت اختلف بقى في الايام لما جيت اعطيت مثلا الطلائع بعد المجموعه المباريات، انا لعبنا حوالي 6 مباريات متتاليه ورا بعض فيها ضغط، طبعا انا مش زي النادي الاهلي. النادي الاهلي ما شاء الله مشوار في الدوري ثم في البطوله الافريقيه، سفر يعني اجهاد ما فيش شك، يعني اجهاد كبير جدا على الصعيد البدني الصعيد الذهني، ويمكن انت احنا خدنا الكلام ده يعني بتجربة شخصية، مظبوط، يعني ما فيش شك طبعا السفر حتى ذات نفسه مرهق جدا جدا، حتى وان كان النادي بيوفر طيارة خاصة، لكن برضه في نفس الوقت يعني بتطلع مباريات المحلية البطولات الافريقية. بعدين الاهلي في الفترة الاخيرة مر بظروف كمان لعبته جاية من المنتخب ما فيش شك مرهقة جدا جدا، فطبعا وطلع يعني في الظروف الاخيرة دي طبعا اللي هي في البطولة الافريقية والامور كانت معقدة في المجموعه قبل مباراه المريخ الثانيه، مظبوط، فالكل كان قلقان بشكل كبير جدا، كل ده ضغط ذهنيا حتى مفيش شك. فطبعا هو ادرى يعني موسيماني وجهازه الفني ادرى بلاعبيه، يعني انا يعني متاكد، يعني مش اعتقد، لا متاكد ان هو دارس الموضوع بما يفيد الفريق. يعني شاف ان هم محتاجين راحه، احنا من بره شايفين انها كتير انه 8 ايام عشان يرجع تاني اللاعبين، لكن هو شايف اكيد هو مبرمج نفسه بشكل كويس جدا على ان الراحه ديت هتكون مفيده اكتر للاعبين اكتر من التدريب. فطبعا هو اللي ادرى بلاعبيه، وان كان طبعا الناس خايفه طبعا لطول المده، لان كل الفرق بتستعد، يعني كل الفرق اعتقد يعني عطت الثلاث ايام وبترجع تاني تستعد، مفيش شك طبعا في دخله رمضان عليك برضه، دخلت رمضان في الوقت مختلف. الكبير ده مختلفة كبيرة جدا، لكن هو ما فيش شك بيراهن على ان عنده مجموعة كبيرة جدا من لاعبي النادي الاهلي في المنتخب، فدول ما فيش شك حسبناهم هم 7 7 يعني قوام اساسي، لا 7 وفيها 5 مصابين اللي هم الاصابات الطويلة، يعني بدر وعمار واكرم ومحمد هاني، مش طويلة يعني اقصد 15 يوم ولا 12 يوم هيقعدهم لسه، وبقيه اللاعبين وحد كمان، فدول 5 و7 دي 12 لعيب اكيد طبعا بيتكلم مع مخطط الاحمال بتاعه على اساس ان دي هتبقى انا اعتقد يعني مش راحه سلبيه، الباقي بقى هو مديلهم راحه ايجابيه. انا فاكر ان في حضرتك برضو في وقت من الاوقات بس كان ايام الكورونا، يعني كنت مدي اللاعبين برضو، كان اعتقد ساعتها في حرس الحدود مديلهم برنامج، هو كل الانديه او كل الانديه يعني كل الانديه يعني عملت الاونلاين ده اللاعبين على اساس ان هم ما يفقدوش من اللياقه البدنيه بتاعتهم، لكن خلينا نقول ان اللاعب المصري لازم يتحط تحت عينيك انت كلاعب كمدرب، لان لما بتسيبه خلصت الامور يعني بتسرح شويه، وخلينا نقول ان العقليات يعني مختلفه عن العقليات اللعيبه البروفيشنال الاوروبيه، لان هناك 1+1=2، وعارف ان هو هيشتغل ازاي، وعارف ان امتى هيريح، امتى هيعمل ويك اند بتاعه، لكن اللاعب المصري لما بتسيب له الحبل الدنيا بتبوظ شويه، فلازم يتحط تحت كنترول كويس جدا جدا جدا، ويتعمل له برنامج كويس جدا وينفذه بحذافيره، حتى في راحاته الايجابيه بيبقى معمول له بلان ان هو هينفذ ايه في الراحات الايجابيه دي. فانا اعتقد ان موسيماني وجهازه الفني يعني متفقين على ان الراحه دي محتاجها النادي الاهلي للمجموعه الثانيه، لان المجموعه المنتخب يعني الله يكون في عونهم مواصلين مواصلين من البطوله الامم الافريقيه، من البطوله العربيه كمان، لان انت عارف انت من البطوله العربيه للبطوله الافريقيه، وبعدين دخلوا في كاس عالم الانديه، مش رجعوا للنادي الاهلي، وبعدين دخلوا في معمعة التصفيات بطوله الانديه الافريقيه،
بعدين دخلوا في معمعة الدوري العام الدوري العام. فطبعا وبعدين مواصلين لمباراة مهمة مع السنغال. والنهارده المنتخب بيعتمد على القوام العصب الرئيسي للنادي الاهلي، هم اللي بيعتمد القوام الرئيسي للمنتخب. مظبوط. ف انا اتمنى الراحه ديت ما تاثرش عليهم بالسلب، وان هي تيجي بالايجاب زي ما هو متوقع ومرسوم من الجهاز الفني.